that Israel would commit such an offensive and destroy such massive levels of civilian infrastructure, residential homes, schools, the like in Lebanon, over two soldiers. This war was not a war in retaliation to the captured soldiers. It wasn't a war in retaliation. It was a war of pure offensive measures. For the second time in 24 hours, Israel pounded Lebanon's only international airport. We strike the Beirut International Airfield to hint to the Lebanese government that nothing is safe once they are operating against Israel. And nothing is safe. As simple as that. بلش القصف يشتد على مناطق الضاحية واخذنا قرار وقتها انه نبلش شغل فعلي جدي على الارض. نازحين في يعني كيف بسميها في فيضان بشري هائل عم يجي على بيروت وعم يلحق. بلشت هون الصنايع من ثاني يوم الحرب. تاني يوم كان في حوالي 600 بني ادم هون. فهدول ال 600 كانوا عمليا في مجموعه شباب كانوا احزاب مختلفه والى اخره عم يهتموا فيها. فلت الاحزاب وضل في مجموعه شباب مستقلين قاعدين عم بيحاولوا يعملوا شيء. بوقتها حكونا مركز رئيسي عصام دون انه بدنا يعني مساعده بهذا الاطار. فجينا لهون مجموعه متطوعين وبلشنا شغل هون بالصنايع. إذا عندك أي أطفال هيك تراما إشي دق لي خليني يا بجيبهم لعندي بشتغل معاهم. هلا نحن حنصير نروح على كل المناطق وكل المساعدين اللي معي معهم رقم تليفوني إنه بس يواجهوا هيك مشكلة ياخذوا اسمه وياخذوا له صورة ويتركوه. خليني أنا أجي أحكي معاه. خالي توفى وقعت على البناية، ست بنات، سبع بنات وشابين وبيي كمان. فمر يعني اول ثلاث اربع ايام واحنا نقول يلا هلا بتهدى اول قصف ثاني قصف ما بتروق ولا دقوا لي المدينه مو دقوا لي جنى على اساس انه بلش شغل مسرح للاطفال. هاي اصغر منشط عندي. بين المسرح وبين شارع الحمراء قد ايه كان فيه نازحين، كان في ضروره لينعمل شيء. مسرح المدينه فتح الابواب وفوت ويرحب بالعيال لجوا. قصفت مداخل الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت واستهدفت جسر المطار الواقع على مقربة من الضاحية. ست أيام بعد ما بلشت الأحداث كانوا صاروا تقريبا 50 عيلة هنا قلب المسرح. يعني كنا نشتغل مسرح يفتحوا الباب ان يكونوا لابسين البيجاما يطلعوا عم بطبخوا عم بنشروا شيء من غسيل ونحن عم نشتغل على المسرح. الاولاد كان عندهم طاقه جسديه لازم تطلع بالاول، فصرنا اول شيء قبل ما نبلش مسرح نشتغل ساعه ساعتين تهليك الاولاد. والله
والله ممنوني عليك. الله يأجرك حبيبي، الله يأجركم. هاي هم والله العظيم ماشي. بس ما بقول هاي تدارين ضيربين إني بصوب الدار. الله يأجركم. هذا يا شرفه شيطان بايده بس ما حدا ياشر. وين في ارهاب بعد اكثر من هيك؟ وين في بعد واحد بفوت على بلد بتفوتي على بيتي بتدمريني بتقتليني وبتهبطي لي بيتي وبتجي بتقولي عني ارهابي وانا قاعد ببيتي؟ أنا وقت ما كان عمري وقت ما كنت عمركم كان عمري 6 سنين كانت سنة 1982. تعرف شو صار ب82؟ اجتياح الإسرائيلي، اجتاحوا بيروت. يعني كيف اللي عم بيصير هلا ضرب 100 مرة. يعني كانوا عم بخصفوا كل يوم، ينزلوا عمارات، كانت الدبابات بالشوارع، كان الاجتياح كتير قوي هون. اللي بدي أخبركم إياه إنه مع إنه كان الوضع أسوأ بكتير وقتها، هي أنا مثل ما شايفيني قدامكم عم بمزح؟ عم بضحك؟ المهم إنه أعرف إنه هاي هي الدنيا، هاي حياتي، هذا المكتوب ضروري عيشه وأنا مبسوط، ضروري عيشه وأنا عم بحمي اللي بحبهم. بس بدي أعرف منكم شغلة، أنتم مبسوطين؟ مبسوطين عن جد؟ هلا هالشخص عم بيعمل هيك، بدي اعرف ليه عم بيعمل هيك، اوكي؟ فكروا فيه، خلي ايدك فوق، فكروا. بس بتبلشوا تمثلوا، بعدين بس وقفكم بتقولوا لي مين انتوا وليه كنتوا عم تمثلوا هيك، اوكي؟ حاضرين؟ ايه بلشوا. مع بعض، طب احكوا مع بعض، خلينا نعرف ليه، احكوا مع بعض. تحت القصف ببيتهم ما قدروا يشيلوا جدتي، بدها تفوت على البيت وتموت. رح انا اكون الشرطي واسالكم الكم كلكم، خبروني بتنقوا يوم، اي يوم بدكم تنقوا يوم وبتخبروني شو كنتوا عم تعملوا يومتها، اوكي؟ كل واحد فكروا شوي. فكرت انا وخلص. قد ايه عم تحضري اخبار؟ 100 وحدة. 100 وحدة؟ ايه. كل النهار يعني عم تحضري؟ ايه. ليه؟ لانه بدنا نشوف الميت منهن الميتين. انا بحط على اذاعه العدو على المسجله ضلوا يعملوا لك مناشير، بقول له كل ما يقولوا وحده طز. قال احنا بدناش نحب السيد حسن، قال لك طز هيك. قال شو بدنا نعمل؟ قال لهم خلص ما عادش حبه لك طز.